السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف، كل شيء يقلب عليها الحق. هو في فيديو حصري، وهو كيفية معرفة أنثى يعني اللي ما عمرها ما ولدت. يعني إحنا بغينا نقوله مثلا نشريو شي أنثى من السوق وبغينا نعرفوها واش فايت لها، سبقات لها ولدت ولا ما عمرها ولدت. شحال من واحد غادي تجي هاد القضية غريبة، غادي يقول ما يمكنش أنني غادي نعرفوها إلا إلا سولنا المربي، وهي لا، كاينة الطريقة وطريقة سهلة وبسيطة، وهي نشوفوا لهم الحلمات ديالهم. الحلمات ديالهم ملي كيكونوا يعني فايتين سبق لهم ولدوا، كيكون الحلمات ديالهم فايت يعني الصغار ديالهم مصو منهم الحليب. سمو كيوقع ان هذوك الحلمات كيوقع كيتجبدوا واحد شويه، وكي ما كيبقاش فيهم الشعر على القطر ديال او واحد الدائره، ما كيبقاش فيها الشعر، وكتولي هذيك الحلمه بارزه. يعني هذه باش كنعرفوا يعني واش سبق لهذيك الارنبه ولدت ولا ما عمرها ولدت. انا غادي ندير لكم هذا الشيء تطبيقيا، ماشي غير بالهضره. غادي نشوفوا هذه الانثى، هذه راه بلديه، راه كبرت عندي تبارك الله، راه اول تلقيح ليها. انتم كما كتشوفوا انتما اول تلقيح ليها، وراها عشر، راها حامله، حنا درنا لها عمليه الجص، راها حامله. لكن غادي نشوفوا كيفاش غادي نعرفوها اول مره غادي تولد. انتما الطريقه هي كالتالي، انتما شوفوا الحلمات، انتما مكسيين بالشعر تماما، يعني ما كاينش واحد، واصلا كيكونوا صغيورين. انتما راه كتركل، ولكن راه كنظن انهم باينين. انتما انا غادي نصوت واحد شويه، ها انتما شوفوا الحلمه ديالها. انتما راها ما مجبداش بزاف، ماشي بواحد الحجم طويل، وما مرخياش، وفي نفس الوقت مكسيه بالشعر. هذا كيدل على ان ما عمر شي صغار يعني مصوف هذه الحلمه وجعلوها انها بارزه. وتا ملي كيكونوا في عمر قبل الفطام كيبقاو يعضوا فيها وكيخزوا فيها، لان كيكونوا بداو كيكبروا لهم السنينات، وهذاك الشعر اللي داير بها كيبدا يحيد، وكتولي صافي منتوفه من تما، ما كيبقاش ينبت الشعر. اذا هذه حاله، الا بغيتوا تتبعوا معايا نوريكم الحاله اللي يعني الفرق ما بين هذه واللي فايت سبق ليها ولدات. انتم معايا، انتظروني واحد شويه نجبد وحده اخرى. ها هي هذه روميه، او وحده اخرى هي بلديه. حنا نديروا شوف واحد البلديه، يعني نلعبوا غير في البلدي. انتم هذه راه والده، ها هو تبارك الله راه والده. نحاولوا نمسكوها، ها هي خرجت لهذا الجهه. انتما غادي نحاولوا نشدوها. هاد الفيديو راني درته مع الزوجه ديالي باش توضح لكم اكثر. انتما هادي راها والده، وغادي تشوفوا دابا الحلمات ديالها كيفاش دايرين. يعني الا بغيتوا مره اخرى تقلبوا، شوفوا باينين، شو تبارك الله راهم باينين بارزين، وتا الشعر اللي حداهم كيبان منتوف. انتما الا بغيتوا، واخا دابا ما تكونش عشار، غير لقيتوها في السوق وبغيتوا تعرفوها انها واش والده ولا ما عمرها ولدت، يعني باقا عاد اول مره غادي تولد عندكم، قلبوها الطريقه هذه. رفعوها للسما هكا، شوفوا كيفاش المسكه ديالها، ما تشدوهاش من الاذنين هكا، شدوها من 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 جهه الظهر، وكتهزوها بهذه الطريقه هكا للسماء، وقابلوها مع الشمس هكا، وصوتوا يعني هكا، ديروها هكا، شوفوا انها الحلمه بارزه ومنتوفه من الشعر. اذا كنظن هذا الفيديو راه حصري، ما عمر شي واحد يعني فكر انه يديروه. هذه يعني حاولوا انكم تعاودوا الفيديو بزاف المرات وباش تاكدوا من الصحه ديال الكلام ديالي. اذا كان عندكم شي يعني قطيع، ممكن انكم تجربوا في اللي ما عمرها ما ولدات، شوفوها كيفاش الحلمات ديالها كاينين، وعاود تجربوا في وحده اخرى، ومن الاحسن تجربوا في البلدي مع البلدي، والرومي مع الرومي، لان البلدي الرومي كيكون يعني الحلمات ديالهم كيكونوا اكبر، ماشي بحال البلدي. جربوا في البلدي مع البلدي، وجربوا في الرومي مع الرومي، باش تشوفوا الحجم ديال الحلمات ملي كيكون عاد صغير، يعني ما عمرها ما ولدت، يعني تولي انتما يعني محترفين، ماشي شي واحد يبقى يقول لكم شي حاجه وانتم تديوها للدار
وتلقى وراها شارفة مثلا كبيرة في السن، لأن هذا البلدي ما كيكبرش، خصوصا البلدي ما كيكبرش، هذا هو الحجم دياله. ممكن أنها تلقاها كبيرة وتلقاها في الحجم، وممكن أن مولاها إلا بغير غشكم غادي يقول لكم هذه راها معمرها ما ولدت. انتم ما تقولوا يعني أول ولادة عندنا راها مزيانة، وهي لا، خاصكم تجيبوها أول ولادة عندكم من الحلمات، من تشوفوا الحلمات ديولها عرفوها راها أول مرة غادي تولد وغتولد عندكم، هذيك مزيانة. وكذلك إذا كانت فايتة والدة ممكن أن هذا البائع تكون هي فيها شي مشكل، يعني مثلا كتاكل ولادها ولا ما كترضعهمش ولا كتسمح فيهم ولا مهم. ملي كتكون فايتة والدة من لابد ما كتكون واحد الشعر منتوف من 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 الحلمات، ومن لابد ما كتكون الحلمات ديالها طوالين بواحد نقولوا احنا نصف سنتيم. اما بالنسبه اللي ما عمرها ولدت راه باينين كيكونوا الحلمات ديالها قل من نصف سنتيم، وكيكونوا مكسيين بالشعر تماما، ما حتى كتصوتوا عليهم، كتصوتوا بواحد الصوته مثلا هكا كديروا اف بحال هكا، منين كيتعراو بحال يلاه كيتعراو، هذيك عرفوها راها ما عمرها ولدت. اذا كنظن ان هذا الفيديو راه مفيد بالنسبه للناس اللي كيقلبوا عليه. كنشكركم على التعليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.